هنا كمان يا مولانا. ايوه مبروك. الله يبارك فيك. الشربات اللي بره ده في عقد الجواز باشا نور. وماله ومش ينفع كده هنا برضه يا ابراهيم باشا؟ معقول يا شيخ نور؟ مش قوي كده. ابراهيم بيه عامل معاك واجب جامد قوي يا مولانا. الله وماله طبعا. الله احنا مش جيران وحبايب؟ جيران ده ايه؟ وعشان مكتبي جنب عنبرك نبقى جيران ولا ايه؟ لا باشا ما تفهمنيش غلط، الحكايه ملهاش علاقه بالمكتب ولا بالعنبر. انا بتكلم مع الفيلا اللي كتبت باسم سعادتك في الكومباوند الجديد بتاعي. طيب دي مقبوله يا شيخ نوح؟ بس باسم الولاد. فاهم يا باشا، احنا لينا بركه لسعادتك. احنا عاجزين عن الشكر يا شيخ نوح. طيب خدوا راحتكم، انا دقيقه وراجع. اتفضل سعادتك. الكومي بيه مبسوط بان عمليه زي دي تمت، واكيد انت مبسوط اكتر ولا ايه؟ لو عدي من عند ربنا سبحانه وتعالى وحد يكره. عمليه زي دي هتريحك 3-4 سنين لقدام، ده غير مصنع المسكوكات ومواسير السبتيه. قول اعوذ برب الفلق. يا متر انت شغال محامي ولا اموال عامه؟ لو انت فاكر لما الكومي بيه يحب يشاركك يجي على عماه كده، ده لازم يلفظك ويشوف اصلك وفصلك. الحمد لله ان السي في بتاعي طلع يشرف. يشرف، بس العبد الله له دور برضه. لا كمان ما بننساش حبايبنا متربدير. تمام. بس اوعى تنسى ان كومي بيه داخل العمليه دي عشان يستخبى في جلابيتك. يعني كلمه كده ولا كده هيمسكك صح. وانت ولده مش حبل ماسكته؟ ربنا يكفينا شر المسكه والمساكين. يا مرحبا يا باشا. خطوة عزيز. الله يعزك يا عم خميس. ما تستغربش اني عرفت اجيلك، انا جبت عنوانك بالتحيات. يعني محامي ومباحث كمان. بالظبط كده. قول لي اخبار صحتك ايه؟ رئيس النيابه كان بيقول لي انك تعبان. اللي حصل كان صعب قوي يا باشا، جثث واشلاء ودم، كان بيني وبين الموت نص خطوه. لولا قدر ربك بقى رايد النوم ايه اللي ونعم بالله. قول لي يا عم خميس، رئيس النيابه لما وراك الصوره بتاع الجمال اللي هي دي، قلت له انك سبق وشفته قبل كده في الوزاره صح؟ صح يا باشا. وكمان قلت له انه استحاله يكون هو اللي عمل كده، لان الانفجار لما تم جمال كان جوه الكنيسه مش كده؟ ايوه يا باشا قلت. وقلت له كمان لا يمكن يكون هو اللي فجر، لانه كان هيضر روحه، هيأذي نفسه وسط اللي كان ناوي يفجرهم. بس ظهر ان الكلام ما عجبش رئيس النيابه، شخطيه زي اللواء. طب معلش حاول تفتكر معايا كده، ما تعرفش جمال خرج امتى بالظبط من الكنيسه؟ يا باشا انا اتلهيت في اللي حصل. طلب زميلي كان بينازع في نفسه الاخير، وكنت بلقنه الشهاده. بس انا فاكر اني لمحته خارج وسط الناس بيساعدهم ويسند اللواء. بعد كده الدخان والتراب غطى على المكان كله. طب حاول تفتكر بس، ما شفتش اي حد معاه؟ حد داخل معاه وخارج معاه؟ حسيت ان هما مع بعض يعني. هو لما جه لوحده، ولما لمحته وسط الناس كان خارج لوحده. يا باشمهندس سبق وطلبتي نفس الطلب وجاوبتك عليه. استعلمنا في سفارتنا في روما وبروكسل، وانا شخصيا وصيت على التدقيق في الاسم. الاستعلام دايما بالنفي. ايوه سعاده السفير، انا مقدره وشاكره لحضرتك جدا، وعارفه كمان انك تعبت معايا، بس انا بدور ولما بوصل لحاجه ببقى محتاجه حد يساعدني اوصل لاخرها. أنا جبت قائمة ركاب لرحلة طيران من روما لبودابست، ولقيت اسم رضا أخويا الثلاثي، رضا السيد حلمي، يعني استحالة تشابه الأسماء. الرحلة تاريخ كام؟ يعني من أكتر من شهر. وأنت ضامنة إن هو لسه قاعد في بودابست ما اتحركش منها؟ على الأقل نتأكد إنه دخل وخرج. الحل الوحيد لكده هو أمن المطار المجري، هو اللي يدلك. طب والخارجية هنا؟ الخارجية بتخاطب السفارات والقنصليات بس، وأنت عارفة الكلام ده.
يا بنتي في حاجة أبسط من كده. ليه ما حاولش يكلمك ولا مرة؟ ليه ما بعتش جواب ولا إيميل يطمنك عليه فيه؟ رضا أخويا أكيد هربان من ملاحقة، وعارف كويس إنه لو اتصل بيا بأي وسيلة هيعرض نفسه ويعرضني لمشاكل. تفتكري لو هو مطارد فعلا هيلجأ للسفارة علشان خاطر يثبت إن هو مقيم فيها؟ أو حتى يطلب أي خدمة؟ اسمعي يا بنتي، فكري بهدوء. أنا لو في إيدي حاجة مش هتأخر عنك. كلكم بتقولوا كده. أنا عاوزة أعرف رضا أخويا فين؟ محتاجة حد يساعدني. أعزائي المشاهدين في كل مكان، ولا زالت ردود الأفعال بتتوالى بعد حادث تفجير الكنيسة. توقعنا إقالة وزير الداخلية، ما حصلش. قلنا هو هيقدم استقالته، ما حصلش. طب مدير الأمن المسؤول يقدم للمحاكمة للإهمال والتقصير، برضو ما حصلش. الظاهر بقى إن اللي لازم يتحكم في البلد دي هو الشعب. الشعب اللي ما بيعرفش يتنبأ بوجود القنابل، الشعب اللي ما بيعرفش يستحمل شوية تفجيرات كده تفرقع فيه. فيبقى مطلوب من الشعب أن يطور أداؤه ويتحمل علشان يبقى على مستوى تحمل النظام لينا والمشاكلنا اللي ما بتخلصش. فاصل ونرجع لكم ومعانا ضيفنا الكريم. قولي، مبسوط بقى في الجواز؟ أنا أصلاً ما كانتش ليا جواز، بس لما قررت أتجوز التزمت بفكرة إن بقى عندي بيت وزوجة وطفل. هي مش قادرة تفهمها، حاولت أفهمها مرة بالأدب مرة بقلة الأدب، بس برضه مفيش فايدة. عارف أديكي بتقابليها وبتشوفيها كتير، أنا عايزك بس تقوليلي عشان أرتاح، هو أنا اللي اتغيرت ولا هي اللي اتغيرت ما بقتش زي زمان؟ بص يا جمال، انت عارف انت ايه بالنسبة لي، مش انا اللي هقولها. وفي ريال من يوم عرفتها عن طريقك لما بقيتوا مع بعض، وانا قصدا اني اقول بقيتوا مع بعض ومش اتجوزتوا، باني عارفة ومتأكدة ان مش هي الست اللي تستاهل انها تكون مرات جمال الجمال، ولا مرات اي حد للأسف. انت قصدك ايه؟ ما تفهمش كلامي غلط. فريال ما بتشوفش أي حد في الدنيا غير نفسها، نفسها وبس. أنا ست يا جمال، وأعرف أقرأ الست اللي قدامي كويس قوي. فريال ما بتغيرش عليك، ما بتخافش عليك من أي واحدة ولا من علاقتنا مثلا. وأنا قلت لك 100 مرة ما تفتحيش الموضوع ده حتى بينك وبين نفسك. المذيعة اللي عندك دي مش عايزة تهدى ليه؟ أنا حذرتها، هي حر يومين وهيشدوها على فكرة. رامي نام؟ آه يا حبيبي، بينام كتير قوي يا بابي. عايزة أكلم دكتور رياض يكتب له على منشط ولا دواء ولا حاجة. منشط إيه اللي هياخده عيل صغير زي ده؟ عيل في السن ده محتاج حد يداديه، حد يلعبه، وأنتِ وأبوه ما أنتوش فاضيين له، عايزاه يقعد مع مين يعني؟ بقول لك إيه يا بابي؟ قريت اللي كتب عن جمال النهارده؟ جمال الجبالي؟ ايوه قريت. وما تطلبيش مني اي حاجه، لان مش ممكن حد يتدخل. ليه؟ الحكايه دي ما تشرفش اي حد يتدخل فيها، وانا اللي فيا مكفيني. الكومي عمال يلعب والدكتور زيتون راضي عنه، ما تبقيش انت وهم بقى تلفوا الحبل حول رقبتي. حبل ايه بس يا بابي بعد الشر عليك؟ ما تقولش الكلام ده تاني. اسمعيني يا بنتي، الناس هنا عندنا ثلاث اصناف. صنف غبي بيوقع نفسه بنفسه، وصنف هم كارهينه فبيوقعوه، وصنف تالت مركز بس بيغلط غلطة بتخليهم كلهم يتسعروا عليه زي الكلاب. ترضي لأبوك انه وقف والكلاب كلها تنبح حواليه.
لا طبعا. يبقى تعلميها انت كمان وما تديش لحد الفرصه ان هو يوقعك، وبعيدي تملي عن القرف والمشاكل. عطشان، ابوس ايدك عطشان، اشوفك كبير، اشوفك كبير كبير. اهو والله اقرب كده اشوفه عشان ابوس جزمته عشان يرحمني يا كبير. يلا روح كفارة ابو زيد. تعيش يا معلم بوبو، صحتك جت على السجن. هو كان اكله مرعى ولا ايه؟ طول عمر رجالتك تلاقي اللي يخدمها في اي حته، ووصايتك ساريه على الكل يا كبير. جدع يالا، جوزك رجع لك اهو راضي، يخس ولا يخستع ارجعه هناك تاني، انت حر. ما تحرمش منك يا كبير. فتح العجل يا معلم. استنى ما نشوف العجل اللي جوه. ارحمني يا كبير، انا خدمك طول عمري. بس زعلتني. زعل مردود، اعمل فيها ما بدالك بس ما تموتنيش. احكي اللي حصل يا سنان. فضل في الرايحه والجايه يلقح بكلام لغايه ما تهجم عليا في الاوضه وكان عايز ينول غرضه، بس ربنا سترني يا كبير. ما تعرفش يا وسخ ان اي واحده في عزبه بوبو تبقى زي اختي، وان اللي يكتب عليها يبقى اخويا. عارف. طب لما انت عارف بتطمع ليه في لحم اخوك يا وسخ؟ وسخ الشيطان والله يا كبير. ابوس على جزمتك وجزمه كل اللي واقفين معاك. تبوس على جزامنا خسيسه واطي؟ كنت خليك راجل وبلاش تدني نفسك. اتفضل يا كبير. حق راجلها. على ايه مستني سيادتك؟ ماشي. خد حقك ابو زيد. تشكر يا كبير. تعالى يا ابن الكلب يا واطي. حلال الله اكبر. خطوه عزيزه يا علي بيه. يا دي النور يا دي النور. عامل ايه يا بوب؟ انا تمام زي الفل. ايه ده نجات؟ شيء ايه؟ غدا بسرعه يلا. حاضر. ملوش لازمه يا بوب. عليا الطلاق ما ينفع. ده احنا ذابحين عجل ونذبح التاني لاجل مجيتك. اتفضل يا علي بيه، اتفضل استريح. نجات دي من حريمك؟ لو الشرع محل الاخوات كنت كتبت عليها وقتي، بس يا خساره بطلت من زمان. شقتك يعني؟ ابو وام. المكان هنا بفكرني ببلدنا، نفس الخضره وريحه الهواء. انا اتولدت هنا يا علي بيه. الارض اللي سعادتك شايفها دي اشتغلت فيها اجري بلقمتي، كتف في كتف ابويا واخويا الله يرحمهم. كل شبر منها شاف دم وعرق وحكايات. لما ربنا فتحها عليا قلت مش هشتري غيرها، واديني كبرتها ووسعت فيها وربنا بقى يبارك لي فيها. ما تجيش في يوم تبيعها. محدش بيبيع اهله يا علي بيه. شايف دي؟ اوبا زي القمر. عايزين نظبطها. خساره في التظبيط. نفذ اللي اقول لك عليه. انت تؤمر يا علي وقعدت قد ايه بقى؟ ما استحملتش ربع ساعة واتجننت، أرزل تدريب بتاع تنقيط المية ده. ربع ساعة ده أنت ذكر قوي. يا ابني أنا قعدت ساعة وربع لحد ما المية خلصت. ما أنت واخد على الطرقعة. طب اظبط بقى لما أطرقع لك. بقول لك إيه صحيح يا علي؟ أنا كلمت أبو العزم وخليته يعفيك من سفرية المغرب اللي جاية. عملت كده ليه يا جمال؟ أنا عملت كده ليه يا علي؟ أنت ناسي إن أنت كاتب كتابك كمان أسبوعين؟ العملية كلها 48 ساعة. علي هل العملية مش سهلة؟ العملية خطر يا علي. علشان خطر يبقى أسيبك لوحدك؟ طبعا لا. يا علي احنا في مركب واحدة، لو حصل لك حاجة ذنبك هيفضل طول عمري في رقبتي. تفتكر لو سبتك لوحدك وجرى لك انت حاجة هبقى عايش مبسوط؟ انت زي ما قلت احنا في مركب واحد، ما ينفعش حد فينا يسيب التاني، ولا ايه؟ ماشي
صباح الفل يا معلم، ده اللي اتفقنا عليه. ماشي اتفضلي. بالله على السلامة يا عروس. استلم الأمانة يا كبير. شو جوزال انت اوكي؟ تمام. تشكرات على ايه؟ انت من طرف الباشا الكبير. انت ايه ما بتشوفيش؟ سوري مدام. امشي حاجة تقرف. انت مش شايفة ان القلق والتوتر اللي انت فيهم دول اوفر شوية؟ كل ده عشان حته طلب استدعى للنيابه فيها ايه؟ لا والله اعتبريهم يا ستي واحده صاحبتك ما بتحبهاش قابلتك في النادي صدفه تقول لك هاي ازيك عامله ايه؟ ادي كل الحكايه. كومي الطريقه اللي بتعملها مع الشغالين عندك دي ما تعملهاش معايا. انت فاهم كويس قوي انا متضايقه من ايه؟ وحبيبه قلبي متضايقه ليه؟ انت ناسي جمال ده كان بالنسبه لي ايه؟ طليقي ومن سنتين فاتوا. يعني ملهاش اي لازمه ان هم يطلبوني الا بقى اذا كانت سيرتي جت في التحقيقات. طبيعي طبيعي طبعا. اسمك يا ابني وسنك وحالتك الاجتماعيه قال لهم مطلق. مين طليقتك؟ فلانه الفلانيه. ادي الحكايه. مش ادي الحكايه. كوم يا حبيبي الناس دي بتاكل على قفانا عيش. ده اللي انا عايزه افهمه لك. ايوه ما تبصليش كده. استدعى زي ده لما يجي صحافه تكتب وبرامج تذيع وعلاقه زوجتك كومي بالكنيسه ويومين ويدخل الموضوع عليك وده اكيد ورغي بقى يمين وشمال ملهوش لازمه. وبعدين انت عارف كويس قوي ده ممكن يعمل ايه. العيار اللي ما يسيبش. قصدك يعني طبعا ملهاش اي 30 لازمه ان هم يستدعوني. بس الظاهر بقى ان في حد قاصد يزقنا فيها ويشوشر علينا وخلاص. طيب سجلي الموضوع ده انا هتصرف. يا سيد هلال يعني انا عامل معاك واجب في اول مقابله لينا ومش عايز اتقل العيار تقوم تصول استعباط عليا كده. اقسم بالله يا باشا اللي انت بتقولي عليهم دول ما اعرفهمش ولا عمري قابلتهم في حياتي. ماشي ما تعرفهمش. تعرف مين بقى؟ ما اعرفش حد يا باشا. يعني ايه ما تعرفش حد؟ مقطوع من شجره في حمك. مين التنظيم اللي معاك يالا؟ انا ماليش دعوه باي تنظيم يا باشا. قولي بقى تعرف واحد اسمه جمال الجبالي؟ لا يا باشا ما اعرفوش. بس هو يعرفك وبيقول انك شريكه صح. لا يا باشا اللي بتعمله ده مفيش منه فايده. لا ده لازم يكون له فايده. انا رايح الترقيه الجايه شرطه دي السياحه. كنت عارف السياحه اوتيلات وشرب ونسوان حلوه. بس عشان اروح لازم اقفل القضيه دي الاول وانت مجبر تساعدني. ماشي وانا اساعدك واعلمك اول درس. ما تعرفش اللي بتحقق معاه مكان ترقيتك هتكون فين عشان بعد ما يخرج مننا هيجيبك مكان مطروح. انت بتهددني يالا؟ خالص ده انا بنصحك. شكلها حصلت معاك. وانا غبي ولا ايه؟ علقوا الكلب ده. انا قريت ملفك كله. خساره مكتوب عنك كلام كويس. كان ممكن نبقى اصحاب في يوم من الايام. بس ما ينفعش ان باشا زيي يعرف مجرم زيك لانك تعر اي حد يعرفك. هي بالمناسبه مراتك كانت تعرف سعد الكومي قبل ما تتطلقوا ولا بعدها؟ تمام يا عماد. ولو ان تفريغ الارقام ده كان لازم يبقى موجود في ايدينا من تاني يوم. انا عملت كده فعلا يا فندم. بس الاجراءات الروتينيه في شركات الاتصالات هي اللي اخرتنا قبل ما جبنا بيانات كل رقم تم الاتصال بيه. عيب يا عمده لما تبقى وكيل نيابه امن دوله وتقول اجراءات اخرتنا. امال غيرنا يقولوا ايه؟ يقولوا حصل خير يا زنبي. ماشي بص بقى
عايزك تراجع لي الاسماء دي بنفسك وتعمل لي حصر بمحل اقامتهم. وجهز طلبات استدعاء. لا اعرضهم عليا الاول. حاضر يا فندم. الو مساء الخير، زينبي نصار. مع سعادتك سعد الكومي عضو مجلس الشعب. اهلا بسعادتك يا باشا. الحقيقه يا فندم انا بكلم حضرتك عشان ابارك لك وهني نفسي في نفس الوقت. تبارك لي على ايه يا كومي بيه؟ اصل السكرتاريه عندي كانوا بيوروني اسماء ملاك الشاليهات الجديده في منتجع سيدي كارير، ولقيت اسم سعادتك معانا يا باشا، فقلت يا زين ما اخترت. المكان فعلا لصفوه الصفوه يا باشا. عشان كده بتبارك لي. طب يا سيدي الله يبارك فيك، ولو ان ده بقى هيكلفك مكالمه تانيه لصاحب الشاليه الحقيقي، لانه مش انا. مش سعادتك؟ ازاي يا باشا؟ وحضرتك عايز مكالمتي دي تبقى على الفاضي ولا ايه؟ سعادتك معانا يا باشا والعقد بيجهز كمان. متشكر يا كومي بيه، لما احب اشتري هبقى اتصل بشركتك. العقد بيجهز يا باشا وهيروح لسعادتك، والماديات دي طبعا بعدين خالص. انا بس كان ليا طلب صغير عند سعادتك. المدام عندي في ريال مصير كان جالها استدعاء كده من النيابه. انا عارف طبعا ومقدر ظروف القضيه انها صعبه قوي، كان الله في العون يا باشا. بس زي ما تقول سعادتك كده هي في بدايه حمل عقبال عندك بقى، والدكتور محرج علينا قوي في الحركه والانفعالات بحساب قوي قوي، فلو امكن يعني ناجل حكايه الاستدعاء دي لوقت تاني. والله لو المدام زي ما بتقول كده انا مستعد اجي لها بنفسي، ما عنديش اي مشكله، لكن مش مستعد ان اخر سير العداله وتحديد مصير بني ادم تحت اي ظرف من الظروف. يا باشا دي كانت طليقته والحكايه دي من زمان قوي، وبعدين موضوع زي ده ممكن يسبب لي انا شوشره ومشاكل في شغلي، الحكايه يعني مش مستدعيه. طب مش كنت تيجي معايا دغري كده من الاول بدل اللف والدوران؟ تقول لي انها مش عايزه تحضر. اسمع، مش زين نصار اللي تفكر او اي حد غيرك انه يساومه باي شكل. الشهد هتحضر زي ما امرت وفي الميعاد اللي انا احدده، ولا يفرق معايا هي مين او تبع مين. القانون اعلى من اي راس في البلد، وبحذرك يا كومي بيه، اوعى تكرر مكالمتك دي تاني. انت غلطت غلطه كبيره، ولو اتكررت انا هعرف كويس اوقفك عند حدك. قفل في وش السكة. خلاص يا كومي بيه ما تقلقش نفسك، سيبني بقى انا هتصرف. انا درست ملف القضيه كويس، انت غالبا كلامك صح، الموضوع ده فعلا مش هيخرج بره امن الدوله والنظام. انا خلاص بقتش عارفه اميز بين الحاجات، مش عارفه اذا كان محبوس ولا مخطوف ولا مستخبى، بس اي سكه بتبان قدامي بمشي فيها وخلاص، لانها ممكن توصلني الرضا. يا استاذ اشرف انا من ساعه اللي حصل ده بجد ما فيش حاجه في الدنيا ما عملتهاش، برامج صحافه رحت الداخليه والخارجيه ومنظمات حقوق الانسان، لدرجه ان في واحد كلمني وقال لي ان اخوكي موجود في مستشفى الامراض النفسيه، رحت اكتشفت طبعا ان هم بيلعبوا باعصابي، بس لما لقيت الوقت بيعدي وان ما عملتش اي حاجه حقيقيه توصلني الرضا قلت اجي لحضرتك. تاني حضرتك انا عايزك تهدي من فضلك، اهدي وان شاء الله كل حاجه هتتحل. انا مش ممكن اهدى واطمن الا لما رضا يرجع. ايه يا حبيبي مش هتتعشى؟ معلش حصل ملف العدد الاسبوعي واتورطت فيه، اعمل ايه بقى؟ انت قدها وقدود. ربنا يخليك ليا، انا مش عارف لما اجوزك مين اللي هيقعد يدلعني كده يقول لي تتعشى ايه وتاكل ايه وكده. انا اصلا مش هتجوز قبلك، انا لازم اجوزك واختار لك العروسه كمان. لا انت عايز تقعدي جنبي طول عمرك ولا ايه؟ لا انا لازم اجوزك، خلي بالك. رضا بجد انا عاوزاك تهتم بحياتك شويه. انا مالها حياتي؟ انا زي الفل اهو، محراب الصحافه والكتابه ده مش محتاج شريك. يا سلام. وبقول لك ايه، اوعى تقولي لي بقى اللي قبلك واللي بعدك وزمايلك عملوا وسووا والكلام ده، انا ما بحبش كده، انت عارفه دماغي. انا بقى كل اللي عايزه ان اطمن عليكي واعرف حياتك ماشيه ازاي. ايه؟ مفيش حاجه كده ولا كده؟ مفيش. انا كنت بكدب عليا يا بت؟ حياتك عندي ابدا، انا اعرف اكدب عليك؟ ربنا يقدرني اعرف اعوضك عن بابا وماما. عارفه يا رو؟ نفسي اجوزك، نفسي اشوفك في البيت كده ومستقره، وعندك شويه عيال صغيرين اعرف العب بيهم. زي ما يكون كان خايف من حاجة، كان بيقول ده هو حاسس انه مش هيلحق يشوفه. يعني انا اسفة اذا كنت بضايقك بكلامي. اسفة ده ايه؟ اوعي تقولي كده. اصلي من الصبح عمال ارغي واتكلم فمعلش.
ده على اساس ان انا سواق تاكسي يعني قاعده بتفضفضي معاك؟ انت ناسي ان انا محامي بتاعك ولا ايه؟ ميرسي بجد يا اشرف. طب قولي لي بقى، رضا اخوكي ما قالكيش انه اتعرض لاي مكالمات او تهديدات او اي حاجه من دي؟ معرفش، رضا كان بيبعدني عن شغل. الحاجه الوحيده بس اللي كان بيشركني فيها ان اقرا المقال بتاعه قبل ما يبعته علشان ياخد رايي، بس حتى ده مش كل وقت كان بيعمله. لما كان يبقى كاتب حاجه بطريقه حاده وخايف ان اقول له ما تبعتوش. وكان بيبعته؟ طب شوفي بقى، انا هرفع قضيه ضد مدير ده، وعارف طبعا ده هيحصل، هيتم ادانته او في احسن الاحوال يعني التقاء شركان عن البحث. طب هينفذوا الحكم؟ لا طبعا، وده ما يقلقناش خالص على فكره. وزير الداخليه نفسه عليه يجي مليون حكم وكله بيتشال في الدرج. طب واخرتها بقى؟ هي دي بلدنا يا روح، هنعمل ايه يعني؟ ادينا بنحاول نستفيد من الضغط الاعلامي. يعني انا مثلا فكرت ان احنا نرفع قضيه ضد نقابه الصحفيين. ليه؟ انت مش رضا اخوكي مخيط في النقابه؟ يبقى واجب على النقابه حمايته. يعني هو ده اللي بفكر فيه دلوقتي. المهم انا مش عايزك تقلقي خالص، كل حاجه هتبقى تمام. يا فندم المشكلة كانت ممكن تتحل لو كانت وقفت عند القبض عليه، لكن الأسلوب اللي اتبعناه مع جمال هو اللي وصله للحالة دي. أنت مش بلغته إن إحنا هنتصرف وخلاص؟ طبعًا بلغته، بس المسألة بالنسبة له ما بقتش قرصة ودن. جمال حس إنه اتغدر بيه. للمرة الثانية بسألك يا علي، في إيه تحت إيد جمال؟ ما قاليش ولا عمره هيقول لي. كده بقى ما بقاش بيثق فيك أنت كمان. بصراحة يا فندم أنا لو مكانه هشك في نفسي. هو هيترحل إمتى؟ النهاردة أول عرض على نيابة أمن الدولة. عايزك تعرف لي مين اللي بيحقق معاه. رئيس نيابة اسمه زين نصار. مش سهل، أنا لسه جاي من عنده دلوقتي. على مين سعادتك؟ ولا طلع مني بحاجة، تلميذك. يا ريت يا أخي النباهة دي كانت في شغلنا كمان. الموضوع ده لازم يتلم بسرعة، وجمال لازم يخرج براحة. ايوه بس ما تقلقش، مش هكلفك انت بالموضوع ده، في واحد تاني انا عارف هو مين. كل ما في الامر ان انا يعني كنت بفكر بصوت عالي. جيمي معرفتك يا شاهد. صباح الفل يا امين، المحامي بتاعه اهو. ماشي يا باشا. عامل ايه؟ الحمد لله يا اشرف، ما تقلقش عليا انا كويس. انا جاي لك فطار. ايه الجو ده؟ ابويا داخل عليا فجأة ولا ايه؟ ما دام بتهزر يبقى طمنت عليك. انا مش عايز اكل، انا اشرب شوية شاي بس. ماشي. النبي يا برنس يا باشا، واحد شاي وصاوي يا امين. حاضر. اخبارك ايه؟ ما تقلقش. سيدنا الصار رئيس النيابة اللي هتخش له ده النوع الهيتد. مش سهل، هيلف ويدور عليك بالسؤال بمليون طريقه وبمليون شكل. احنا زي ما اتفقنا، كلامنا زي ما هو. ابويا فين يا اشرف؟ يا جمال ما رضيتش اقول له بقى، انت عارف ابوك تعبان من القصه دي اصلا. هاته معاك المره الجايه، انا لازم اشوفه. حاضر. ماشي. جبت لي معاك سجاير؟ اه. امسك. الدنيا بره فيها ايه؟ ما اخبيش عليك، الدنيا بره مقلوبه. الصحافه والجرايد وراهم سيره غيرك. والناس بتقول ايه؟ يفرق معاك؟ يفرق معايا سليم. ابوك مفهمنك بره مصر لحد ما نسبه براءتك تخرج ان شاء الله. بتشوفني؟ بشوفه وبلعب معاه بلاي ستيشن وبيكسبني بديك طلع لي ابوه. وحشتني باللذين. شكرا. بقول لك ايه يا جيمي؟ انت تعرف البنت المذيعه اللي اسمها ليلى محجوب دي؟ مالها؟ مالها ايه؟ ده من ساعه اللي حصل وهي مهيجه عليك الدنيا بشكل غير طبيعي، وجايبه صور وتفاصيل وحاجات مش عارف جايبها منين. الموضوع زي ما يكون طار بيت بينك وبينها. انا فكرت اروح لها واسالها انت بتعملي كده ليه؟
مصلحة مين ده كله؟ وتعرفي جمال منين اصلا؟ وايه اللي بينك وبين جمال يخليكي تعملي عليه الحاجات دي كلها؟ انا مش فاهم يعني. طول عمري شاطره في الصحافه من اول ما بدات. التحقيقات اللي كانوا زميلي ما يعرفوش يلموا حواليها مصادر او يجيبوا منها معلومات كان الاستاذ داود رئيس التحرير يديها لي. كنت اخد الموضوع كانه شخصي وكانه طار بيت بيني وبينه لغايه ما اجيب اخره. لا انت مش سهل، انا خاف منك بقى. تخاف مني انا؟ اوعى تقول كده تاني هزعل منك. طب انت مش خايفه اطلع وحش؟ لا يمكن، احساسي لا يمكن يخدع. حتى لو طلعت كده هفتكر لك ايامنا الحلوه بس. يا وحش جيمي. جيمي ايه يا ابني رحت فين؟ سيبها يا اشرف خليها تعمل شغلها. هو انت تعرفها بجد؟ يلا بقى على النبي يا استاذ، الرئيس النيابه طالع مش عايزين مشاكل. ماشي ماشي حاضر. يلا ربنا معاك. ما قولك فيما ثبت بمحضر الضبط بارتكابك لحادث تكبير الكنيسة؟ ما حصلش. وما قولك فيما هو منسوب إليك باشتراكك مع عدة عناصر لارتكاب حادث التكبير؟ أنا ماليش علاقة بالموضوع ده. وكاميرات مراقبة الكنيسة من الداخل والخارج اللي بتثبت إنك كنت هناك، وشهادة الشهود اللي بتأكد نفس الكلام. وجودي هناك مش معناه إني ارتكبت الحادث. ايه اللي وداك هناك يا جمال؟ مفيش حاجة تمنعنا نزور بيت من بيوت ربنا. أنت مسلم ولا مسيحي؟ ليه الأسئلة العنصرية دي بس يا باشا؟ جاوب على قد السؤال. مسلم. طالما مسلم ايه اللي وداك هناك؟ يعني بحس براحة نفسية. ويا ترى بتروح الجامع برضه ولا ما بتحسش بنفس الراحة النفسية؟ لا أكيد بحس بنفس الراحة، أنا بحب أزور كل بيوت ربنا. مسلم وظابط في أمن الدولة وفي كنيسة وقت تفجيرها، مش شايفة غريبة شوية؟ ظابط دي سابقا، لكن دلوقتي صاحب شركة سياحة وزيارة الكنيسة جزء من شغلي. شغلك اللي هو ايه؟ الكنيسة دي مش مزار سياحي، بستكشفها عشان الأفواج السياحية اللي جاية عن طريق شركتي من الخارج، وده سبب الزيارة مش أكتر. ويا ترى بتزور بإيديك فاضية ولا بتاخد معاك زيارة؟ لا مش فاهم السؤال. وبصماتك اللي موجوده على شنطه احتوت على قنبله ما انفجرتش؟ لا دي مش بصماتي. تصور التقرير اثبت انها بصماتك. المحامي بتاعي شكك في نزاهه التقرير ده. دي تقارير منزهه عن اي شبهه تدليس. طب سعادتك تقدر تسال راعي الكنيسه والخادم، هما كمان بصماتهم كانت على نفس الشنطه. اللي بتتكلم عنهم دول يا جمال مسكوا الشنطه بطريق الصدفه. وانا كمان مسكتها بطريق الصدفه. وانا اتحدى ان الاهالي قال لي اركنها جنبك. اللي هو مين الحد ده؟ حد ما اعرفوش. شكله ايه الحد ده؟ لا مش فاكر، ما ركزتش في ملامحه قوي. هو اي حد يديك حاجه تاخدها منه على طول؟ بركنها له، مش باخدها منه. ايه علاقتك بالمتهم التاني سيد هلال؟ سيد مين يا فندم؟ سيد هلال. لا سيد هلال انا ما اعرفوش. ما قابلتوش قبل كده؟ ممكن اكون قابلته مره في امن الدوله. بس هو في التحقيق بيقول انه يعرفك من قبل كده. نتيجة ضرب وتعذيب. ضرب وتعذيب. طبعا وانت احسن واحد يكلمنا عن الموضوع ده. قول لي يا جمال، ايه سبب رفضك من جهاز الشرطة؟ قررت على السوفي. بس؟ سيادتك تقدر ترجع لتقارير الوزارة وتتأكد بنفسك. اتأكدت فعلا. وعرفت انه بسبب قسوه في التعامل اثناء التحقيق مع احد المتهمين واللي مات على ايديك. ما حصلش. تقرير طب الشرعي اثبت ان وجود حد في الدوره الدمويه. بس انت عارف التقارير دي كانت بتتكتب ازاي؟ تقرير طب الشرعي منزعه عن اي شبهه تدليس. مش كده ولا ايه؟ ما قولك فيما هو منسوب إليك من حيازة زخار وأسلحة نارية دون ترخيص؟ كلها مترخصة، كلها لحماية شخصية.